Joumana Kayrouz. You've seen her images on giant billboards across the metro. Joumana Kayrouz. You've seen her images on buses across the city. Now get to know Joumana Kayrouz. The war broke out in my home country, Lebanon. I was 11 years old, and I saw a lot of bloodshed and inequality and poverty. You can't grow up in an environment like that and not be affected by it and not want to make a difference. I graduated from Yale University with a master's in ethics. I speak four languages. It has always been innate in me, fighting for the underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. قد يحاول بعض المصابين في حوادث السيارات إدارة قضاياهم توفيراً لأتعاب المحامين. والآن مكتب المحامية جومانا كيروز بإمكانه المساعدة من خلال إشرافه على سير القضية في جزئها الأول المتعلق بتعويضات الراتب والخدمات المنزلية، وتقوم بإرشادك في كيفية إدارة ملفك مجاناً، بينما سيتولى المكتب مهمة الدفاع عن قضيتك في جزئها الثاني المتعلق برفع دعوى عن عطل وضرر. للمزيد من المعلومات اتصلوا بمكتب المحامية جومانا كيروز والاستشارات مجانية 248-557-3645. هل أنت بحاجة للمساعدة في جلب شريك الحياة إلى الولايات المتحدة؟ بالرغم من أن إجراءات الهجرة على أساس الزواج معقدة للغاية، إلا أن محامي الهجرة من مكاتب المحامية جومانا كيروز تمكنوا بنجاح كبير مساعدة آلاف الأشخاص للهجرة إلى أمريكا، لأن لديهم الخبرة الطويلة في مساعدة الأشخاص على الحصول على الجرين كارد على أساس الزواج أو فيز الخطوبة بشكل سريع ومريح بقدر المستطاع. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز 1-866-YOUR-RIGHTS 248-557-3645. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات، مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس، يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين في كل مكان، تحية طيبة لكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز والمحامي سام سيف المختص بقضايا الهجرة والتجنس على الهواء مباشرة وعلى مدى ساعة كاملة. نستقبل اتصالاتكم على الأرقام 313-769-6666 519-256-1023، ودائما نستقبل اتصالاتكم بالتأكيد في هذا البرنامج كل يوم اثنين، والأسئلة المتعلقة بالهجرة والتجنس من مكتب المحامية جومانا كيروز والمحامي سام سيف، وعن طريق الواتساب والرقم هو 313-327-7074. وأيضا بإمكانكم الحصول على استشارات مجانية على رقم 248-557-3645 من مكاتب المحامية جومانا كيروز التي تتعامل مع قضايا الإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات وإصابات العمل والأخطاء الطبية لجرى تجنس الإفلاس والضمان الاجتماعي وقوانين العائلة. تحياتنا لكم جميعا، مساء الخير جومانا، مساء الخير ورحب بك في برنامج يور رايتس. مساء النور رامي، كيفك اليوم؟ الحمد لله. نسأل عنك، نعتذر، أنا فكرت اليوم ما راح تكونين على الهواء فآخر ثواني، يعني أنه عرفت أنه راح تكونين معنا على الهواء فنتصلنا بك بشكل سريع، نعتذر مرة أخرى ورحب بك في البرنامج. No problem، معك حق، أنا كان مقصود ما أكون مقصودي بس قدرت خلص الموعد اللي ممتاز. كان عندي. So no problem، thank you so much. سعداء بوجودك معنا جومانا أكيد اليوم، وحلقة إن شاء الله راح تكون مخصصة لقضايا الهجرة والتجنس بإذن الله. صباح الخير لكل المستمعين بهالنهار الممطر اليوم، صباح الخير لضيفنا لليوم مثل كل يوم المحامي سام سيف. سام كيفك اليوم؟ الحمد لله، thank you جومانا، ورحب برامي والمستمعين اللي ويانا هاليوم. thank you very much سام. مثل كل نهار تاني نبدأ عم نسألك ونطلب منك تعطينا آخر المستجدات بقانون الهجرة والتجنس، وأنا أكيدة لح نجي لوقت، لح نوصل لوقت مع البايدن أدمينستريشن لح تروق الأمور وما رح يصير في كتير تغيرات من أسبوع إلى آخر، بس التغيرات هلأ كتيرة لأنه كتير من الترامب بوليسيز عم ينعمل لهم ريفرسلز. شو بتخبرنا جديد مغير عن الأسبوع الماضي؟ نعم، شكرا جومانا. طبعا مو كل التغييرات اللي احنا ردناها للمهاجرين للإيميجرنت والنان إيميجرنت دا تصير، يعني دا تاخذ هواية وقت
وهواي من المستمعين راح يعرفون إذا عندهم قضية حاليا ويا إدارة الهجرة إذا كانت هي ويا Department of State لو USCIS لو حتى ويا Immigration Court. التغييرات مدى تساعد بالتأخيرات اللي دا تصير لكل أنواع القضايا. ولهذا السبب قبل أسبوع أكو عدة agencies, immigration attorneys والAmerican Immigration Lawyers Association وأني من ضمنهم يعني الAmerican Immigration Lawyers Association قدموا دعوة ضد الحكومة الأمريكية البايدن administration والDepartment of State يريدون أجوبة ليش القضايا حاليا بالUS Embassies دار مدار العالم مدى يشتغلون بيهم أكو مثل توقيف لو تأخير متقصد على قضايا الفيز القضايا اللي موجودة بالUS Embassies فقدمت الAmerican Immigration Lawyers Association شكوى ضد الحكومة الأمريكية ويعتقدون أنه راح يغلبون هاي القضية وراح يغلبوها بشكل سريع لأنه ماكو أي سبب حتى لو نفكر بكوفيد ماكو أي سبب لهسه أكو عدة US embassies من دي يطون مواعيد إلى interviews لفيزاز ماكو أي سبب يعني يقدرون يقللون الأرقام الانترفيوز بس ماكو أي سبب ما يعطون أي انترفيوز ولهذا السبب يقولون حاليا أكو أكثر من مليونين قضايا منتظرين فيزا انترفيو لو على الأقل القضية مالتهم تكمل باليوس امبسي وهاي الباكلوج يعني رح تكثر ورح تصير أكثر عالية إذا الوقت يستمر والديبارتمنت اوف ستيت بعدها ليها ما تعطي انترفيوز بشكل جيد فان شاء الله راح نسمع اكثر على هذه القضيه بالاسابيع والاشهر الجايه وان شاء الله الديبارتمنت اوف ستيت راح تبدي تعطي مواعيد اكثر ويساعدون الناس يحصلون الفيزا بشكل اسرع Very good. يعني بإذن الله هذه الدعوة لحتسرع الأمور هذا اللي نحن متأملينه ما بتعرف إذا الجواب لح يكون بأسابيع أو بشهور ما نعرف بس وراء ما قدموا هاي القضية وراء يوم لو يومين الـ Department of State رجعت فشي مثل sort of يعني separate من هذا بس قطت مساعدات للأشخاص اللي ليها متأثرين بالكوفيد travel bans البانز من تشاينا من برازيل من إنجلترا من الشنغن أريا هذول الأشخاص اللي ما يقدرون يسافرون للولايات المتحدة حتى لو عندهم فيزا بس إذا يسافرون برا بلدهم لمدة 14 يوم قبل لا يدخلون الولايات المتحدة سووا exception للimmigrants سووا exception للفيانسي فيزاز سووا exception للJ1 فيزاز سموها National Interest Exception وهذول الأشخاص إذا ليها سبب حصلين الفيزا ويروحون على الانترفيو رح يطوهم هاي الإكسبشن ويخلوهم يدخلون الولايات المتحدة حتى لو إذا أكو كوفيد بان ضد الأشخاص من هذا البلد فهاي صارت ورا يوم يومين ورا ما الدعوة قدموها بالمحكمة الفدرالية فيعني صار عندهم خبر صار عندهم نوتس انه الاميجريشن اتورنيز دار مدار الولايات المتحده بعد ما راح يسكتون وراح نقدم هيك دعوات على مود نحصل اجوبه ونحصل يعني القضيات لازم تكمل لازم يحصلون الفيزاز اوكي شكرا جزيلا سام اي موضوع تاني قبل ما ناخذ اول
وقفة إعلانية ونبلش نتقبل اتصالاتكم على 313-769-6666 313-327-7074 هيدا رقم الواتساب بالراديو ستيشن و 519-256-1023 أي شيء تاني بتحب تضيفه قبل ما ناخد وقفة؟ نعم بس فتشي صغير أنه الأسبوع الماضي كان عندنا هواية انترفيوز باليوسيس لجرين كاردز والجنسية قضايا الجنسية وأخذنا بعض المعلومات من الأجنس اللي الأوفيسرز اللي يشتغلون فشي واحد حاليا أي شخص يحصل approval على الناتراليزيشن أبليكيشن مالت الجنسية المفروض يحصل أوت سيرموني خلال أسبوعين فالحمد لله الديترويت USCIS قدروا أنه يسرعون بالأوت سيرمونيز واحدة من الأيام سووا 11 أوت سيرموني بنفس اليوم فهسا they're caught up والأشخاص اللي يحصلون approval على القضية مالتهم راح يقدون يحصلون الجنسية مالتهم خلال حوالي أسبوعين أوكي شكراً جزيلاً بناخد أول وقفة ونرجع منكمل مع المستمعين منبلش مع الاتصالات على 313-769-6666 عبر الراديو واتساب 313-327-7074 ومن خارج الولايات المتحدة 519-256-1023 جمانة قبل ما ننتقل للفاصل الإعلاني في عندنا سؤال تحت الهواء هل ما زلتم تبحثون عن موظفين في المكتب؟ كنا نعلم في الفترة الأخيرة عن حاجتكم إلى موظفين هل ما زالت هذه الحاجة موجودة؟ نعم رامي هذه الحاجة ما زالت موجودة لأن في بعض البوزيشنز عبيناهن وفي بعض البوزيشنز بعدنا عم ننبش وفي بعض البوزيشنز رح يكونوا جداد نطلب من أي مستمع إذا كان هو بهمه الأمر أو بهمه أو بيعرف حدا خصه بيعرف حدا خصه بهمه يعني يقدم على الجوب يتصل فينا بالمكتب المهم أنه يكون في مهم أنه يكون في اللغة العربية يتكلمها جيداً اللغة الإنجليزية بحب ركز يتكلمها أو تتكلمها يعني المتصل جيداً نتمنى بس الأشخاص اللي إنجليزيتهم مش جيدة أنه ما يعذبوا حالهم لأنه نحن مكتب محامات فمن الضرورة نتكلم ببلاغة بعرف المحامي سام عم بينبش على شخص سام بتمنى عم ننبش على كوريسبشنست لحتى تساعد السيدة سارة عنا بالمكتب عم ننبش على موظف أو موظفة بالديبارتمنت تبعي أنا شخصياً بالليتيجيشن ديبارتمنت عم ننبش لموظف أو موظفة للمحامي علي عجوج عم نزيد بالمكتب فيس أي شخص بهمه أو بيعرف حدا بهمه الخبرة السابقة غير ضرورية إذا كان الإنسان هو إذا بنعتبره أنه هو الإنسان اللي worth investing in يعني ما بدي بس اللي عم يسمعوا يفكروا إذا ما عندهم خبرة بمكتب محاماة they don't need to apply الخبرة السابقة بمكتب محاماة غير ضرورية إذا عندهم خبرة سابقة بمكتب أو بمكتب محاماة هذا شيء جيد جدا سام بتمنى لو بتاخد دقيقة أو دقيقتين وبتعرف المستمعين عن الجوب بوزيشن اللي حضرتك عم بتنبش فيها نعم شكرا جمانة طبعا احنا ندور على شخص كليجل اسيستنت لو باراليجل بالإميجريشن ديبارتمنت يساعدنا بالقضايا الحمد لله احنا صار عندنا هواية الطلب عالي على هالأنواع القضايا ونريد شخص إذا كان عنده خبرة بالإميجريشن يكون جيد كليجل اسيستنت لو باراليجل بس إذا ما كان هم احنا we're willing to train يعني وبنفس الوقت الشخص مثل ما قلت جمان أحسن شيء يكون عندهم يعني جيدين باللغة العربية واللغة الإنجليزية وإن شاء الله أي شخص يعني عنده خبرة لو يحب يقدم على الجاب إذا يقدر يخابر المكتب نقدر نسوي لهم انترفيو
ممتاز. هل الدوام يعني جزئي البارت تايم والفول تايم يعني موجودين عندكم ولا انه فقط الفول تايم يعني بالنسبه للمتقدمين؟ راح يكون فول تايم فور ذا العفو جمانة قطعتك بغرض الاميجريشن ديبارتمنت راح يكون فول تايم جمانة. وانا بضيف انه نحن دائما بننبش على فول تايم. هلا ممكن one position I have in mind ممكن يمشي part time ممكن لا, we will consider it, but كقاعدة عامة كثيرا ما يكون عنا موظفين part time. يمكن الموظف الوحيدين اللي historically كانوا part time هن law clerks, يعني هن تلميذ بكلية المحاماة وبيشتغلوا جزئيا ليكسبوا خبرة إلى آخره. ممتاز. إذا اللي حابب أكيد يعرف تفاصيل أكثر أو عن طبيعة هذه الوظائف أو معلومات أكثر بإمكان الاتصال على مكتب المحامية جمانة كيروز, والرقم هو 248-557-3645. راح نتوقف مع فاصل إعلاني سريع ونرجع لأسئلتكم حول الهجرة والتجنس وأرقام الهواتف في الاستوديو 313-769-6666 519-256-1023. مكتب المحامية جمانة كيروز يبحث عن موظف أو موظفة يجيد اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة والخبرة غير ضرورية. الوظيفة بدوام كامل 5 أيام في الأسبوع. راغبين بشغل هذه الوظيفة الاتصال بمكتب المحامية جمانة كيروز على رقم 248-557-3645 248-557-3645. هل أنت بحاجة للمساعدة في جلب شريك الحياة إلى الولايات المتحدة؟ بالرغم من أن إجراءات الهجرة على أساس زواج معقدة للغاية إلا أن محامي الهجرة من مكاتب المحامية جمانة كيروز تمكنوا بنجاح كبير مساعدة آلاف الأشخاص للهجرة إلى أمريكا, لأن لديهم الخبرة الطويلة في مساعدة الأشخاص على الحصول على الجرين كارد على أساس زواج أو فيز الخطوبة بشكل سريع ومريح بقدر المستطاع. اتصل الآن بمكاتب المحامية جمانة كيروز 1-866-YOUR-RIGHTS 248-557-3645. Your Rights مع المحامية جمانة كيروز. عودة لبرنامج Your Rights. أرقام الهواتف في الاستوديو 313-769-6666 519-256-1023. دائما على الواتساب 313-327-7074. حلقات برنامج Your Rights يعاد بثها أو يتم تحميلها يوميا على موقع اليوتيوب. كل ما عليكم هو زيارة قناة جمانة كيروز على اليوتيوب والاستماع إليها مجددا. جمانة نرجع لك مرة أخرى ومعنا متصل على الخط. نعم رامي كران, ومنستقبل أول اتصال لليوم الأستاذ جاسم. نحن هلأ صرنا إيش نتقبل اتصالات المستمعين. أستاذ جاسم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك ستنا؟ كتر خير الله جاسم وإن شاء الله أنت الحمد لله. ستنا أنا عندي جرين كارد هولدر وأريد أسافر, أبقى أكثر. أخاف يعني بظروف كورونا ما أقدر أرجع بالست شهور. أقدر أطلع ري أنتر بيرميت. ري أنتري بيرميت سام؟ نعم تقدر تقدم على الري أنتري بيرميت. ما تقدر تقدم وتقدر تروح تسوي البصمات وبعدين تقدر تسافر, ما تحتاج تنتظر لحد ما تطلع الريانتري بيرميت. وكفكرة أي شخص عنده جرين كارد يقدر يسافر برا البلد, وإذا ما يقدر يرجع خلال 6 أشهر مو معناته ما راح يخلوه يرجع لو يدخل الولايات المتحدة, راح يخلوه إذا كانت بين يعني كم يوم إلى حد سنة. إذا يتأخر أكثر من سنة ولا أكثر راح يلاقي صعوبة بالحدود, لازم يكون عنده عذر ليش ما رجع. كوفيد يجوز يكون عذر كفاية, بس حالياً أكو هواية ناس دي يسافرون فما راح يكون سبب كفاية. يعني استاذ بالنسبة يعني أنا أخاف لا أروح هناك, أنا منها وأبقى أكثر من 6 أشهر, يعني أخاف بظروف الكورونا يصير إغلاق وما أقدر أرجع, فيعني أقدر أطلع الري أنتر بيرميت على مود يضمن لي الدخول مرة ثانية. الري أنتري بيرميت ما راح يضمن ضد الإغلاق. إذا يصير إغلاق بسبب الكورونا فيروس يعني
يسدون الحدود ما يريدون أي شخص يطوب. الريانتري بيرميت ما راح يساعدك ترجع، بس ما يقدرون يقولوا لك لا تجي لو ما تقدر تدخل، لأنه أنت عندك جرين كارد. مثل المواطن الأمريكي ما يقدرون يقولوا لا ما تقدر تدخل، أنت عندك جرين كارد فتقدر تدخل حتى لو يعني سافرت أكثر من 6 أشهر. فالريانتري بيرميت فتشي ساعد دائما بدخول الولايات المتحدة، بس مو ضروري. زين أستاذ، أنا عندي يعني أقدر أثبت بأن أنا مقيم وشغل خارج عن إرادتي، عندي بنك أكاونت، عندي بيت، عندي تاكس لا أدفع، يعني ما تساعد هاي الشغلات إذا فرضا صار إغلاق وما قدرت تدخل؟ نعم نعم طبعا يساعد، بس ما رح ما أعتقد أنه رح توصل لهالمرحلة. إذا أنت عندك جرين كارد وتسافر أقل من 6 أشهر ما راح تكون أي مشكلة أنه ترجع. إذا يصير إغلاق، الإغلاق راح يكون ضد الناس اللي ما عندهم جنسية لو جرين كارد. يعني أدخل إذا بعدين انفتح الإغلاق أقدر أدخل. بالضبط. تسلم لي أستاذ، شكرا جزيلا. تفضل. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ. ومعنا الأستاذ موسى. هلو موسى، يا اهلا وسهلا، تفضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. عندي جرين كارد وتعذر 5 سنوات وقدمت على الجنسيه مرتين ما مشي الحال. انا ما بعرف انجليزي، عمري حوالي 80 سنه، هلا صار لي حوالي 10 سنين ومتغلب مش عارف كيف بدي اقدم على الجنسيه، فشو بتنصحيني اعمل؟ رح نطلب من المحامي سام سيف يعطينا الجواب. سام، شكرا. شكرا. نعم شكرا للسؤال استاذ موسى. طبعا اي شخص ادى الجرين كارد ويوصل الوقت المحدد انه يقدر يقدم على الجنسية، يعني المفروض بهالوقت 3 سنين لو 5 سنين على الاقل وصل مرحلة يقدر يتكلم اللغة الانجليزية. بس إذا لأي سبب لو الآخر ما تكلم اللغة الإنجليزية، لو ما يعرف يتكلم اللغة الإنجليزية، لو يقرأ ويكتب، أكو طرق، 4 طرق موجودة إلى إذا يقدر يستفاد منهن. أول 3 طرق قلنا حوالي نفس الشيء، بس تعتمد على الوقت، إيش قد هو صار لعد الجرين كارد وإيش قد عمره. إذا شخص عمره 55 سنة وعدى الجرين كارد 15 سنة يقدر يقدم على الجنسية بدون ما ياخذ الامتحان الانجليزي، يقدر ياخذ الامتحان كله بالعربي. نفس الشيء إذا هو كان عمره 50 سنة وعدى الجرين كارد 20 سنة. وآخر شيء إذا عمره 65 سنة وعدى الجرين كارد 20 سنة، هم يساعدوا بالسينيور سيتيزنز سيفكس اكزام واللغة الإنجليزية بنفس الوقت. بس إذا يعني ما صار لعد الجرين كارد أقل شيء 15 سنة، الطريقة الوحيدة الباقية عليه راح تكون هي الميديكال اكزامينيشن. يعفون الشخص بسبب أنه عدى حالة طبية، مشكلة ما تخلي يقرأ على اللغة الإنجليزية، ما تخلي يدرس اللغة الإنجليزية، ويقدر يحاول يحصل هاي الإكسابشن إذا ياخذ تقرير من دكتور، ولازم التقرير يكون مقنع. أي تعليق على الموضوع؟ أنا كنت عمالي براجع عن الدكتور نفساني وعطاني تقرير، هلا احتاج انه ما عبى التقرير مظبوط، بس شو ذنبي انا يعني ما بعرف. انت اذا تحصل تقرير من الدكتور لازم تخلي محامي يراجع هذا التقرير، يشوف اذا هذا التقرير راح يكون مقنع الى الاميجريشن. اذا ما راح يكون مقنع، لو اذا الاسباب اللي عندك يعني ما تعرف اللغه الانجليزيه، لو ما تقدر تقرا على اللغه الانجليزيه، ما تكون مقنعة حتى للمحامي، معناته ما تقدر تقدم على الجنسية، معناته أنت يعني مو مؤهل
لهاي الاكسبشن الميديكال اكسبشن اللي موجوده ولازم تنتظر عده سنين قبل تاخذ الجنسيه. استاذ موسى، وقت اللي حصلت على ريبورت من الطبيب، هل راجعوا المحامي تبعك ولا انت عم تشتغل بلا محامي؟ لا انت عم تشتغل بلا محامي. صديق يعني اللي كان عم بيساعدني. مين عم بيساعدك؟ صديق اللي عم بيساعدني يعني. نعم، عنده خبرة ومعرفة بالأوراق هاي. سام، قبل ما ننتقل لسيدة نور اللي صار لها مدي عم ناطرة على التليفون، السريع قدي لح تكون صعبة انه تغير المستند وتجيب المستند الجيد، كيف لح ينظروا له؟ طبعا رح يعتمد على شنو الدكتور يكتب بالتقرير الجديد. اذا مرات يكون انه الدكتور ما يعطي تفاصيل كفاية بالتقرير تقنع الـ USCIS أنه هذا الشخص يستحق الـ Medical Exception، فمرات بس لازم يرجع للدكتور ويخلي الدكتور يحط أكثر تفاصيل. بس أكثر الوقت هي مو مشكلة تفاصيل، هي رح تكون أنه التقرير بنفسه، الحالة الطبية بنفسها ما تكون مقنعة لهم أنه هذا الشخص يعني ما يقدر يقل اللغة الإنجليزية. مثل إذا الشخص عنده stress، له high blood pressure، يجوز عنده شوية depression، له هيك شيء، والدكتور يكتب أنه هاي يعني مشاكل تخلي الشخص ما يقدر يقل على اللغة الإنجليزية، USCIS ما راح تكون ما تقتنع بهذا التقرير. حتى لو إذا يرجع ويحصل غير تقرير من غير دكتور هم راح تقتنع بهاي المشاكل، لأنه هي بنفسها ما تمنع الشخص من دراسة اللغة الإنجليزية. So it's not as simple as one thinks. أي سؤال؟ شكرا ممنون كثير. أنا حاولت والله كثير مش قادر أتعلم إنجليزي. أوكي. إذا بتحب ترجع تتصل فينا off the air، لأنه ما بفتكر رح نقدر نحل لك إياها بهالسهولة، لازم نشوف الدكتور شو كتب، لازم نعرف أكثر عن وضعك الصحي لحتى نقدر حتى نعطيك نصيحة، أو بالأحرى سام يعطيك نصيحة إذا حضرتك مؤهل in the first place or not. شكرا جزيلا على اتصالك سيدة نور، صار لها تقريبا 10 دقائق. الو نعم يا لو لو سمحتي بدي اسال المحامي سام. انا عندي اختي في تركيا صار لها تقريبا 9 سنين، قدمت على اللجوء في البدايه اوراقها مشيت، بس بعدين انطوهم رفض عدم مصداقيه، فما اعرف اذا اقدر اني اسحبها، اني سيتيزن هنايا. سام سمعت ما سمعت كله، بس اللي سمعته انه اختها بتركيا اي ثينك قدمت للاي او ام، وهي تعرف اذا هي تقدر تقدم لها. هذا سمعته صحيح؟ هو صحيح، بس هم رفضوها عدم مصداقية، يعني كانت فيهم بالاوراق الرفض مالتهم. نعم فيعني انت تقدرين تقدمي لها معامله، المعامله راح تاخذ 14 سنه. واو اوكي، ماكو يعني اقل من هالفتره؟ ماكو اقل من فتره، ويجوز تكون اكثر. يعني ما متاكدين، مرات تصير اكثر، واكو حوالي قوانين مقترحة يجوز تقلل هذا الوقت، تقلل يجوز بنص، بس حاليا هو الوقت انه حوالي 14 سنة انتظار. طيب هم من هناك شو يقدرون يسوون مثلا على مود يلغون الرفض، او يعني ما ادري فتح حل يقدرون يسوونه؟ دائما يقدرون يقدمون استئناف، لو اذا كانت ويا رفض كان
ويا الاي او ام مو الاداره الامريكيه يقدرون يسالون على يسموها reconsideration يعني يعطون جواب جديد على القضيه ورا ما يراجعوها من جديد اذا كان عندهم مستندات لو اي شيء جديد يضيفون للملف. طيب شكرا جزيلا. عفوا موفق ان شاء الله. يا أهلا وسهلا وشكرا على اتصالك. وبعدنا عم ناخد اتصالات على 313. بحب يبعث لنا سؤال تحت الهواء على الراديو واتساب 313-327-7074. هيدا الحلقة لح تنزل على جومانا كيروز يوتيوب ضمن 24 ساعة من هلأ. عنا الأستاذ طارق على الخط, تفضل. يعطيك العافية أستاذ جومانا. الله يعافيك. أنا عطول من التابعين لإلك وبحب أتسمع على المواضيع اللي بتحطوها كثير مفيدة للجالية, لأن شكرا جزيلا. شكرا لك. Thank you على تقديرك. الله يخليك. في عندي سؤال. أنا قدمت لأختي بـ 2011, قدمت لها طلب هجرة, هي الـ I-130 I think. نعم. هن عمتين بأي سنة عم يشتغلوا هلا أو قديش بدها لحتى اللي يمشي الوراق سام؟ العفو ما سمعت كل okay. الكلام, أعرف الخط شان ينقطع شوية, إذا تقدر تعيد. نعم, أنا بـ 2011 قدمت طلب هجرة لأختي, هي overseas, قدمت لها بـ 2011 يعني إلها. نعم. مقدمة 10 سنوات. نعم. إلا بأي سنة؟ نعم, أي سنة هن عم يشتغلوا هلا وقديش بدها بعد تقريبا؟ هي الـ F4 category. الـ F4 category حاليا تاخذ 14 سنة, فإذا قدمتك بـ 2011 باقي لك 4 سنين حوالي قبل لا تقدر تكمل على مرحلة الثانية وهي الفيزا application. اوكي, وهن بأي سنة عم يشتغلوا هلا؟ في ما عندك شي معلومات أي سنة عم يشتغلوا؟ الخط سام عم تسمع؟ نو ماكو اي شيء باللاين. اوكي. انا عم بسمعك, انت عم تسمعني بس ما عم نسمع الاستاذ. الو طارق, انت معنا صح؟ نعم اهلا. يلا طارق, عفوا ظهر في كل كوميونيكيشن احيانا يصير انقطاع. جمانة طارق على الهواء وايضا نسمعكم على الهواء بوضوح. هل انتم تسمعونا جمانة وسام؟ رام. نعم. أنا عم بسمعك كتير منيح, عم بسمع سام كتير منيح, سام عم يسمعني كتير منيح, بس الأستاذ طارق عم بيروح ويجي صوته. طيب طارق ارجع أعطينا سؤالك مرة أخرى إن شاء الله يا رب نسمعك. في عنده شي معلومات هن أي سنة عم بيشتغلوا الأوراق اللي عم بيشتغلوا فيهن هلأ, أوراق الهجرة أي سنة؟ يعني like 2008 2007 2006 2007, دي يشتغلون بس. هي كل شهر تتغير بسبب الكورونا فيروس. نعتقد أنه راح ترجع. هي 2007 is most recent, بس عندنا فكرة أنه يجوز ترجع إلى 2006. ف next month لو المنت الوراء يجوز راح يقولون راح تأخذ 15 سنة مو 14 سنة بسبب الضغط اللي موجود والباكلوج. أوكي شكرا جزيلا. USCIS فهاي تتغير بكل شهر, بس عادة خلال آخر كم سنة نشوف أنه هي مستمرة 14 سنة. فحتى لو تتغير بين شهر وشهر كفكرة كأفريج هي تأخذ حوالي 14 سنة. أوكي شكرا. يا أهلا وسهلا, موفق إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذا فينا نأخذ وقفة سريعة ونرجع نكمل مع أسئلتكم واتصالاتكم على 313-769-6666. هل أنت بحاجة للمساعدة في جلب شريك الحياة إلى الولايات المتحدة؟ بالرغم من أن إجراءات الهجرة على أساس الزواج معقدة للغاية, إلا أن محامي الهجرة من مكاتب المحامية جومانا كيروز تمكنوا بنجاح كبير مساعدة آلاف الأشخاص للهجرة إلى أمريكا, لأن لديهم الخبرة الطويلة في مساعدة الأشخاص على الحصول على الجرين كارد على أساس الزواج أو فيز الخطوبة بشكل سريع ومريح بقدر المستطاع.
اتصل الآن بمكاتب المحامية جمانة كيروز 1-866-YOUR-RIGHT 248-557-3645. مكتب المحامية جمانة كيروز يبحث عن موظف أو موظفة يجيد اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة والخبرة غير ضرورية. الوظيفة بدوام كامل 5 أيام في الأسبوع. للراغبين بشغل هذه الوظيفة الاتصال بمكتب المحامية جمانة كيروز على رقم 248-557-3645 248-557-3645. Your Rights مع المحامية جمانة كيروز. عودة إلى برنامج Your Rights مع المحامية جمانة كيروز والمحامي سام سيف المختص بقضايا الهجرة والتجنس من مكاتب المحامية جمانة كيروز. على الهواء نستقبل اتصالاتكم على الأرقام 313-769-6666-519-256-1023. جمانة نرجع لك مرة أخرى. شكرا جزيلا. بعدنا مثل نهار تنين بنحكي عن موضوع الهجرة والتجنس مع المحامي سام سيف اللي هو رح يكون موجود كمان اليوم على فيسبوك لايف بالليل. رح نتقبل كمان أسئلة عديدة. بنرجع لاتصالات المستمعين. عنا السيدة رائدة على الخط وبعدين الأستاذ وائل ومن بعده السيدة إيفا. سام في عنا كتير متصلين. سيدة رائدة تفضل. مرحبا يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يسلمك يطول عمرك. عندي سؤال لو سمحتي. أنا معاملة مرت ابني تقريبا خاصة بس بتقولنا ورقة هذيك تنهار يعني 45 days إشي مش عارف شو معناتها يعني إنه بجوز يمكن الأوكي بس بدي أعرف إذا هي يعني بس عشان مثلا يوقعوها الأوكي يعني قديش وقت بتاخذ لو سمحتي. بدأ نسأل سام سيف بهيدا الموضوع. سام تفضل. نعم فبس أريد أفهم يعني لما نقول حوالي خلصت هي داخل الولايات المتحدة أو برا الولايات المتحدة؟ لا إحنا مستنى لما نجيبها من البلاد يعني إحنا عملنا الهوراق من البلاد جاهزة بس إنه مستنى هستغل علينا الأوكي يعني كل شيء أبروف بس كل الأوكي بس أنا نعرف بدي الوقت البلاد ما قالت من لبنان بفتكر من العراق؟ نو إحنا من الأردن. أوكي. من البلاد. نعم نعم. فالسؤال أنه بس أريد أفهم وين وصلت القضية. حصلت I-130 approval راحت القضية لليوس أمبسي راحت للمقابلة بالأمبسي لو بعدها ما أخذ مقابلة؟ لا لسه ما بعدها ما أخذت المقابلة. أوكي. فالمشكلة راح تكون بهاي المرحلة لأنه المقابلة حاليا متأخرات بالأردن أكو تأخير هائل لحتى قضايا الزواج. ما أقدر أقول لك بالضبط إيش قد بعد راح تأخذ. يجوز شهر شهرين يجوز أكثر. معظم الناس صار لهم عدة أشهر ينتظرون على مقابلة بالأردن بلبنان بتركيا بسبب كوفيد. ماذا يطون مواعيد مثل كانوا دا يطون قبل كوفيد. فيعني ليها سيجوز يطون بس 5-10 interviews per day فمو هواية ولهذا السبب أكو تأخير. فأحسن طريقة تقدرون تحاولون تشوفون إذا تسرعون القضية لو لا تتصلون بالسنتر لو الكونغرسمن موجود بالمنطقة اللي يعني أنتوا عايشين بيها الريبرزنتيف مالتكم وتحاولون تخلوه يكتب رسالة لو إيميل لليوس أمبسي. مرات يعني أريد أكد أنه تفتهمين هاي القطع مرات يساعد القضية ويسرعون القضية مو دائما. بس أكو هواي تأخير حاليا ويجوز ينتظرون عدة أشهر قبل تقدر تحصل الفيزا. نعم أوكي الله يخليك ويطول عمرك. شكرا. يا أهلا. الله يسلمك. نعتذر عنا شوية متصلين بعد عنا ربع ساعة 313-769-6666 الأستاذ وائل ومن بعدها سيدة إيفا ومن بعدها بناخد سؤال إجينا تحت الهواء. أستاذ وائل تفضل. تقريبا أنا نفس السؤال مال أخت اللي سألته بس الفرق إنه أنا
ابني زوجته راح يصير له سنتين الا ثلاث اشهر وليس اشهر، وكل شيء محصل ابروفل، وهاي عطوها موعد مال مقابله بقطر، وقطر ما تدخل العراقيين، فبقى الموضوع معلق. هو بالعراق هسه هو وياها، قطر ما تدخل للمقابلات العراقيين، فشنو الحل؟ ماكو شيء جديد صدر؟ الحل انه لازم تنقل القضيه مالتك من قطر الى غير امبسي. قطر ما تستقبل عراقيين، ابو ظبي ما تستقبل عراقيين، واليو اس امبسي الاخيره اللي تستقبل عراقيين هي تركيا. وتركيا اذا الشخص ما عايش، لو ما عنده اقامه، حتى لو اقامه قصيره بتركيا، ما يقدر يحول القضيه الها. فالطريقه الوحيده بقت لكم انه تنتقل لتركيا، تروح تاخذ اقامه قصيره مال 6 اشهر لو مال سنه، وتسالون اليو اس امبسي بتركيا يحولون الملف لو يستقبلون الملف من قطر. زين استاذ، شلون كذا هي قبل سنه بتركيا هي وياه ويأسوا ورجعوا للعراق، قبل سنه وعندها اقامه، الى ان خلصت الاقامه ويأسوا رجعوا للعراق، هسه ترجع مره لازم تركيا؟ العراق حاليا العراق ماكو يو اس امبسي بالعراق، ما يعطون مواعيد محدوده. واليو اس امبسيز اللي حطوهم للعراقيين، اثنين منهم ما يستقبلون عراقيين، ما يعطوهم فيز يدخلون لهالبلدان، فبقت بس تركيا. صعب هم واحد يحصل مقابلة من لبنان لو من عمان، فتركيا هي الوحيدة اللي باقية تعطي مواعيد للعراقيين. فهو هذا الخطوة اللي لازم ياخذوها، وماذا أقول لك أنه راح تكون سهلة، صعبة، مو كل واحد يقدر يطلع من بلده لمدة سنة سنتين بس على مود ينتظر موعد. بس حاليا هو سام. نعم. زين سمعنا اكو شيء جديد، قرارات جديده صدرت هنا من بايدن ادمنستريشن، اكو شيء؟ لي هسه ماكو. مثل ما تكلمنا ببدايه الشو هاليوم، قدمنا الامريكان اميجريشن لويرز اسوسيشن قدمت شكوى ضد الديبارتمنت اوف ستيت، فإن شاء الله راح يصير تغييرات، بس حاليا ماكو. إن شاء الله. شكرا. يا أهلا وسهلا، شكرا جزيلا استاذ وائل. ببداية الحلقة كان عم بيقول أنه تقدم دعوة ضد the Department of State تذمرا أنه الأمريكان أمبسيز بأنحاء العالم عم بيقصروا كتير وما عم بيعطوا مواعيد بتاتا، فنحن متأملين أنه لح ننجح بهيدي الدعوة. هي الأمريكان أسوشيشن تبع المحاميين الهجرة اللي المحامي سام عضو فيها، هي اللي قدمت هيدي الدعوة بالنيابة عن أشخاص مثل بفتكر كنت عم تحكي عن كنتك، أو سيد الأب عم تحكي عن كنتها، ما بنعرف إذا رح تاخد أسابيع أو شهور، بس بتوقع سام أنه رح نربح فيها، وهيدا رح يعجل الأمور، رح يخليهم يبلشوا يعطوا مواعيد، لأنه بصراحة صارت حجة at this time، مع أنه نحن بوباء عم نلاقي طرق عديدة أنه نحافظ على سلامتنا بنص الوباء ونكمل بالبزنس، بس في تقصير من قبل الأنصليات أو الأمبسيز بعتذر بأنحاء العالم بالتحديد بالشرق الأوسط. ناخد اتصال السيدة إيفا، ومن بعده لح نسأل سؤال من السيدة رغدة تحت الهواء. سيدة إيفا، يا أهلا وسهلا، كيفك؟ كيف صحتك؟ كتر خير الله، وأنت كيفك؟ الله يسلمك. الحمد لله، الله يسلمك. أنا كان عندي معاملة، والدي كان عامل لي معاملة هجرة immigration، والدي نعم. بمشيغان من 2005 عامل لي المعاملة، 2018 أنا قبلوني، رحت عملت مقابلة سفارة الأمريكية بمونتريال، يعني أنا عايشة بكندا. نعم. كانت المعاملة صارت أنا وابني وزوجي ب
2020 مارش 5 مارش عطولي فيزا لإلي ولزوجي، لابني ما عطوله. قلنا لهم شو القصة اللي ما عطيته لابني؟ قالوا رفض، بس هلا صار يعني على غير قنصر، حولت الكيس تبعه على غير قنصر. امتى؟ ب 10 مارش 2020. هلا ابني كل ما يبعث ايميل للسفاره يقولوا له احنا ندز لك خبر، احنا نعطي لك خبر، لهلا السفاره ما عم تشتغل. يعني لهلا جواز ابني ضال عندهم، ما بعرف شو القصه. سام، كمان اليوم صرخت كتير من المتصلين على عدم تحرك ملفاتهم أو ملفات أحبائهم وقريبينهم بالسفارات الأمريكية بكل أنحاء العالم، صح؟ نعم نعم، وهي يعني قضية خاصة بالأمبسيز الكندية، مدى يطون مدى يشتغلون على أي قضايا ومدى يطون أي فيز بالأمبسيز الكندية. بس سؤال واحد الست إيفا، إيش قد كان عمر ابنك لما رحتوا على الانترفيو؟ من رحنا على الانترفيو عملنا فحوصات وكملنا، كان عمره هل دخل 21؟ لما تقولين دخل 21 يعني قانونيا صار 21 سنة عمره، كان 21 سنة عمره. بس هي القنصرية إيش قلت له؟ كان عنده بس غلط بالتاريخ الولادة، قالت له جدد جوازك وبعث لي إياه. قال لها يعني العمر ما راح يأثر؟ قالت له أبد ما يأثر، ولا تجي لمونتريال، ابعث لي إياه جوازك بالبريد. بعثنا جوازه بالبريد ب 2018. أوكي، أكدت أنه حصلوا الجواز؟ نعم. أكدت أنه حصلوا الجواز؟ نعم، جوازه واصل هناك ومشيكين جوازه وقايلي له كل شيء اوكي، وحولناه الكيس مالك حولناه على غير قنصر. نعم نعم، يا هذا فشي مو عادي، عاده ما يحولوا لغير قنصل، لانه القنصليه بمونتريال هي اللي تعطي الايميجرنت فيزاز. نعم. الايست سايد اوف كندا فانكوفر تطي بالويست سايد، فالمفروض مونتريال هي تطي فيزا، فأكو خلل بالموضوع. ما أقدر أقول لك يعني بالراديو شنو هو الخلل، لازم نراجع الملف ونشوف إذا نقدر نعرف شنو هو الخلل، وإذا فشي يعني تقدرين تصححي بشكل سريع. بس حاليا كفكرة عامة أنه الأمبسي بمونتريال مدى يطون أي مواعيد، مدى رح يبدون إن شاء الله عن قريب، بس مدى يشتغلون على القضايا هسه. نعم، تحاولين تتصلين بهم بالإيميل، بس نعم. أكثر من هذا لازم تنتظرين. إيه، هو قد ما ديدز مسج لهم ابني على المونتريال قايلي له إحنا أي شيء يصير يمنا جديد بالسفارة ندز لك إيميل. نعم. أوكي. أستاذ سام، بس سؤال من أنا وزوجي دخلنا سنة الفاتة 23 مارش طمغونا جرين كارت بالجواز، قالونا انتظروا لمن ما يجي الكارت، فصارت ظروف الكورونا بأوغست سنة الفاتة، الكارت جاي للعنوان وما كانوا موجودين بالبيت، فراجع الكارت مرت اللاخ على أميغريشن. نعم. اتصلت ويا الاميجريشن قبل 3 أسابيع، حكيت ويا الاميجريشن قالت لي صايرة اكسباير، عبي فورم I-90. نعم صحيح، انت بس لازم تقدمين I-90، ما لازم تدفعين الرسوم، تعبين الفورم I-90 لكل شخص يعني إلك والزوجك، وتقدموها. حاليا ياخذون بين 9 أشهر إلى سنة يلا يدزولك جرين كارد الجديد، فإذا تريدين إثبات للجرين كارد مالتج تسوين موعد ويا الـ USCIS office اللي قريب عليك، ما أعرف إذا أنت بديترويت، بس تسوين موعد في كندا. أنت بعد كندا، أوكي. إيه، لأن يعني ما قدرت أفوت بعد أستاذ سام، ما أقدر أفوت هسا، يعني إذا أريد أفوت هسا
شو اقول لهم؟ ما اعرف. انا خلص 23 مارس خلصت الطمغه اللي طمغوا لي اياها بالحدود. ماكو ما عندك اي مشكله. اتصل وعندنا سؤال اذا ممكن نجاوب بطريقه سريعه. نعم. انت لازم تخابرين الايرلاين تشوفين اذا يخلوك تاخذين تيكت وتسافرين باستعمال هاي الستامب. اذا ما يخلوك لازم ترجعين لليو اس امباسي وتنتظرين لحد ما يفتحون. بس خابري المكتب ونقدر نحكي بالتفاصيل. شكرا سام. بعد ناخد اتصال اخير جاوب على سؤال السيدة رغدة اللي بعثت لنا اياه على الراديو واتساب. هلو ناخد اخر اتصال. رامي اذا بتسمح، ما بعرف اذا فقدنا الاتصال. اوكي، اذا المتصل او المتصلة اللي كانوا ناطرين على الهواء بعرف نطرناهم شوي زيادة. خليني ابدأ بالسؤال اللي اجينا من السيدة رغدة اللي هي سورية الجنسية وانما مع الجنسية الامريكية مقيمة هون في ميشيغان. للأسف صار لها 15 سنة عايشة هون، عندها الجنسية الأمريكية. للأسف أختها بالحرب بسوريا الله يرحمها. ابن أختها عمره 18 سنة عايش بمصر عند جدته، يعني الجراند ماذر تبعه اللي هي أم بيو اللي عمرها 70 سنة. وحابة السيدة رغدة تجيبه لابن خيها ابن أختها لعندها إلى أمريكا، مستعدة تتكفل بإقامته ودراسته ويقيم عنده بالبيت. هل تقدر تساعده؟ إذا تفكر أنه تريد تتبني he's too old، صار أكثر من 18 سنة عمره، فالأدابشن it's not available for her. يعني سام لو كان عمره 14 سنة ابن أخته كان فيها تتبني وصفت المعاملة مثل كأنها بين أم وابنها؟ نعم أول مرة تتبني بالدولة. هي طبعا أكو عدة أنواع الأدابشن وتقديم immigration papers للأدابشن، بس إذا كانت دولة تقبل أدابشن خلال الهيج، لو إذا مو خلال الهيج أكو طرق، فهاي كانت طريقة موجودة لها إذا هو كان أقل من 18، بس لأنه أكثر من 18 ما تقدر تتبني بعد لأغراض الإميغريشن، وما أعتقد أي بلد راح تخلي تتبني. بس anyway لازم تلقى غير طريقة. أول طريقة يعني اللي تجي ببال أنه تحصل student visa، يجي للولايات المتحدة كstudent يحصل يعني يدرس بأمريكا، وبعدين خلال هاي الستودنت فيزا يجوز يقدر يحصل عمل وبعدين جرين كارد. اوكي، شو نسبة النجاح؟ well الستودنت فيزا دائما يعطون ستودنت فيزا، تعتمد على الشخص والإثبات أنه هو راح يرجع لبلده. طبعا تكون شوي اصعب للسوريين اللي ما موجودين ببلدهم، بس اذا هو عايش لو مقيم اعتقد قلتي لمصر يعني راح يكون اسهل انه يحصل الفيزا. بس المشكله راح تكون التكاليف، لازم يثبتون انه يقدرون يدفعون التكاليف، واذا هاي مو مشكله يقدر يحصل فيزا. ماكو أي شيء بالقانون الهجرة أنه شخص يقدم مباشر إلى النيس لو النفيو مالته، ماكو أي شيء. يقدر يقدم للسيبلينج البرذر والسيستر، وإذا عندهم أطفال يقدرون يجيبون أطفالهم، بس ماكو أي شيء بالقانون يقول أنه هذا الشخص يقدر يقدم للنيس لو نفيو، بس إذا كان عندهم معاملة مقدمين معاملة قبل وقت يجوز يقدرون يكملون على هاي المعاملة. ما ذكرت أنه في معاملة مقدمة، قدي بتاخد الجرين كارد ليحصل عليها ابن أخته؟ تعتمد إذا يدخل كستودنت وبعدين يكمل الدراسة مالته يحصل بكالوريوس، وخلال هاي البكالوريوس خلي نقول يطلع انجينير ويحصل
عمل ويا واحدة من الكار كومبانيز، هاي الشركات يقدرون بعدين يقدموا له جرين كارد. فا it could be يعني تقدر تأخذ بين الست 6 years إلى 15 years يعني it depends. بفتكر الوقت قرب يخلص، منذكر المستمعين إنه هيدا الحلقة وكل حلقة يوميا اللي منطلع فيها بين الوحدة والتنتين مننزلها على جومانا كيروز يوتيوب شانل ليلي بحب يرجع يتسمع عليها من جديد. رامي وسام، بفتكر انه رمضان المبارك ببلش بكرة وبعد بكرة، فمنتمنى لكل المستمعين وللجالية بكاملة رمضان مبارك يا رب، وشكرا جزيلا، ولبكرة من الله رد.